بلد قريبة جدا ملاصقة تقريبا لبلد محمد صلاح، رغم صغر جسمه جدا في بداية مشواره موهبة باينة جدا، الرشاقة المرونة. أنا متأكد من أن لاعب بإمكانيات كريم فؤاد يستطيع أن يؤدي بتميز في أي مركز يحتاجه مدربه. بلد اسمها شين، حبس الغربية، برضو أعتقد هي منطقة أسيوط. حاجات كثيرة جدا، بيلعب برجلين الاثنين من اول يوم، مش اتنمت بعد كده، كمان هو عنده المهارة. الجهاز الفني بتاع بنفيكا لما طلعه مع مجموعة من زمايله، كنا احنا في الدوري الممتاز، كان هو سنه 17 سنة، فقالك لا لازم يطلع فوق. بالنسبة لكريم فؤاد الذي انتقل إلى الأهلي، عملنا معه في العام الأول لمشروعنا، وأظهر وقتها بالفعل الإمكانيات التي تؤهله للعب في مستويات أكبر كما هو الحال الآن. فلما طلع فوق لاعب الأول مكان الباك رايت إجادة غير عادية، فهو بقى أساسي في الباك رايت. جينا حصل عندنا دروب في الباك ليفت، لاعب في الباك ليفت أحسن من الباك رايت. أنا أتذكر يوم كنا بنتفرج على ماتش نجوم وبيراميدز في ملعب بيراميدز، وقاعد جنبي رئيس نادي بيراميدز في ذلك الوقت اللي هو الكابتن حسام البدري. فمرة في اتنين ثلاثة بقى قال لي محمد الولد ده عنده كم سنة؟ قلت له يمية كان عنده 18. قال لي بتكلم جد؟ طلع على لك على حاجه يا كابتن، ده بيلعب باك رايت مش باك ليفت، بيلعب باك رايت وباك ليفت وبيلعب ديفندر وبيلعب هاف رايت وهاف ليفت. قال لي الولد ده ماتيريال مش بتاع مصر، نوعيه اللاعب ده. شوف الكلام ده من اول اسبوعين طلع فيهم او ثلاث اسابيع، بس شوف نظره الخبير. اقول الكلام ده اول مره حد يسمع الموضوع ده، ان فعلا حسام البدري وكان رئيس نادي ما كانش مدرب في اول، يعني احنا قاعدين جنب بعض طبعا في المقصوره، فلفت نظره فقال لي لا ده كواليتي اوروبي، ده يلعب في اوروبا. فالحمد لله الولد، ايه بقى اللي خلى الولد يوصل لكده؟ الولد رغم صغر سنه من اول يوم شخصيه قويه، متواضع جدا، محافظ جدا 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 على نفسه، لا يثير اي مشاكل خلال السنين اللي قعدها كلها في النادي كناشئ، ما أثرش في يوم من الأيام مشكلة، ويتجنب الصدام وعارف هدفه. هو محدد هدفه أنه هو يكون لاعب محترف، وكان هدفه طبعا كان بيحلم أن يكون في أوروبا. لكن لما طلع في الفترة دي الحقيقة كانت كورونا وكلام من ده، كان المفروض هو وصابر والدياستي كانوا واخدين فترة إعاشة رايحين لبنفيكا وخلاص جهزنا كل حاجة، ولكن لما دخلت كورونا الحقيقة كان باد لاك بالنسبة لهم. مرة بس أخوش يلا ناجي سريع يلا سبيش تريبل يلا نجبنا أكبر مدرسة في العالم تتميز بفكرة تنمية اللاعب الموهوب، يعني هي تجيب لاعب موهوب ومش بس بتقفش عند كده، بتنمي في موهبته، اللي هي نادي بنفيكا البرتغالي. نادي بنفيكا بيشتغل بقاله 3 سنين معانا في ان هو شغلتهم تنمية مواهب اللعيبة، بيعرفوا يعني ايه بوزيشن، بيعرفوا يتحرك ازاي، يقفل الملعب ازاي، يطلعوا جماعي ازاي، يربطوا بين الخطوط ازاي، حاجات اللي احنا ما بنعلمهاش في مصر. بنفيكا از ان فاكت وان اوف ذا توب. بنفيكا واحدة من أكبر مدارس العالم في تطوير لاعبي كرة القدم، والنتائج بالفعل أمامنا. نستطيع مشاهدة العديد من اللاعبين في مانشستر سيتي،
وجواو فيليكس ايضا احد النجوم خريجي بنفيكا. Everyone knows, I will not. But João Félix is one of them. The secret. Look, about football, there is never always a secret, a special secret. But the most important thing is what we... ليس لدينا سر معين في عملنا، لكن أهم شيء يقوم به بنفيكا منذ سنوات يتمثل في محاولة إيجاد المواهب في أكثر وقت مبكر ممكن. بعد ذلك يبدأ العمل عليهم، وهو الأمر الذي يجعلهم أفضل في أساسيات كرة القدم. لذلك إذا وجدنا الموهبة وعملنا معها بالطريقة الصحيحة ستصل إلى أفضل مستوى بسرعة أكبر. هذه هي طريقتنا في تعليم كرة القدم. And they work properly, they will reach the top more faster. This is our way of teaching football. النجوم is making a fantastic work in the youth football in Egypt. نادي النجوم يعمل بطريقة رائعة على صعيد ناشئي كرة القدم في مصر، خاصة في الجيزة. وأشعر بالفخر أن أقول أنه منذ تواجدنا هنا للعمل مع النجوم، الجميع يعلم أننا قدمنا العديد من اللاعبين الذين انضموا للفريق الأول ولعبوا في الدوري الممتاز، مثل كريم فؤاد ومحمود صابر، وكذلك هناك لاعبين آخرين صاعدين. كريم فؤاد، like صابر، and there are more players rising up. كيرجلا، دلوقتي باص طويل. The main difference between the academies here and the academies in Europe and Benfica specifically is that they already have a lot of years of know-how. الفرق الأبرز بين الأكاديميات هنا والأكاديميات في أوروبا وفي بنفيكا على وجه التحديد هو أنهم لديهم سنوات عديدة من الخبرة والتجربة العملية التي تصنع نظاماً أفضل للاعبين، وأجواء تنافسية تعود بنفع أكبر على اللاعبين هناك. لذلك ما نسعى لفعله الآن في ذلك المشروع بين بنفيكا والنجوم هو محاولة تعليم اللاعبين وخلق نظام قريب للغاية من الأجواء التي تدفع اللاعبين لتحدي أنفسهم للوصول إلى نسخة أفضل من أنفسهم. بدون صبر غير عادي، إن هو في الآخر الولد لا يمكن وبيديله المهارة النهاردة بتاعت التسليم والتسلم مثلا، لا ما مش هيسيبه لما يعملها كما الكتاب بيقول. طبعا كانت نجاح كبير بالنسبة لنا أو توفيق كبير إن احنا نقدر نصل لكده. بعد 6 شهور من تواجدهم طبعا هم ادونا تقارير كتيرة جدا، عندنا كم كبير جدا من المواهب، بيقول ما شفناهوش في أي حتة في الدنيا إنك تجمع كم مواهب كتير كده في مكان واحد. وبعدين بدأوا يقولوا لنا، أنا بقولك بالضبط 7 شهور بدأ راح مطلعين لي 7 لعيبة. الأول طلعوا 4 لعيبة، قالك دول لازم يطلعوا خلاص فريق أول رغم سنهم صغير، ما ينفعش خلاص لا دول ابدأ تدربوا فوق وإحنا هنتابع معاه ونديله الحاجات اللي ناقصاه تحت. فطلعوا محمود صابر اللي هو بيلعب في بيراميدز دلوقتي، طلعوا كريم فؤاد في الأهلي، طلعهم بقى 3 تانيين على وشك هتسمع عنهم الأخبار، يعني بنفس مستوى صابر وبنفس مستوى كريم، فعلا عيون صاخبة وقدرات تم تنميتها بشكل مبشر جدا. باي باي. ده جهد 17 سنة. احنا بدأنا مشروع دوري بيبسي المدارس اللي هو خرجنا منه أجيال كتيرة جدا ونجوم كتيرة جدا في جميع أنحاء الجمهورية، في كل قرية، في كل ناجع، في كل مدينة، جميع مدارس مصر كانت بتشارك فيه. احنا ما بنطلعش الماتيريال اللي عندنا، لكن أنا عشان سؤالك وجه في ربط معين جيد هديك فيديو صغير لمحمد صلاح هيبين لك ان محمد صلاح اللي احنا اكتشفناه في 2004 هو محمد صلاح الموجود دلوقتي. نفس الشخصيه ونفس الهدوء ونفس الرزانه والتصميم على النجاح. حتى في اول تسجيل تلفزيوني ما بيتكلم على المشروع بيتكلم بتواضع شديد جدا وبيكلمك بيقول لك كل الشباب انتهزوا فرصه هذا الدوري، الدوري ده بيديك فرصه كبيره جدا، امسك بحلمك وصدقني انك هتحقق. بيدي امل، بيدي يعني طاقه ايجابيه للاعب. لا محمد صلاح شيء جميل جدا طبعا. فاكر الفتره ديت والشيء بشيء يذكر، لازم احيي
وطرحها مع المرحوم صفوت عبد الحليم نجم النادي الأهلي، شاور على الولد من ثالث لمسة، قال ده لاعب كبير جدا 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 الله يرحمه، كان عين صاخبة. معظم اللعيبة هو الكابتن طه الطوخي والكابتن ريعو كان من أول لمسة بيحسوا باللعيب ويقول لك ده تمام. نقعد اتفرج لقي كلام بيترجم، كان مميز جدا وواضح، وكان رغم ان احنا كنا بنلعب في ملعب خماسية لكن بتحس بسرعته في الملعب الخماسي، وده شيء غريب جدا من يعني تتابع سرعات رجليه. لعيب رجليه فيها ديناميكية عالية جدا في الحركة، ودي اللي احنا بنشوفها النهاردة، ما فيش حد بيعرف يقف في حتة السرعة دي. بس عندي واحد بقى اللي هو نور اللي بقولك عليه، مش هنقول أسرع محمد صلاح، إن شاء الله يكون تلميذ محمد صلاح، سريع جدا بنفس الموهبة. تراب مصر مليء مليء بالمواهب والكنوز. مشروع دوري بيبسي المدارس مشروع يجب أن يقدر تقدير غير عادي. للأسف الشديد إنه في الفترة الأخيرة في غص عندي، لأن الحقيقة ما تعاملش هذا المشروع العملاق من مسؤول كبير بالقدر اللي يستحقه هذا المشروع. مسؤول المفروض يكون أكتر ناس حرصا على مواهب مصر استطاع إن هو يعكر مشروع، أنجح مشروع تم في الشرق الأوسط في مجال اكتشاف الموهوبين، ولكن زمار الحي لا يطرب. ولكن بصفة عامة الحمد لله، احنا طبعا كنا متوقفين السنة اللي فاتت عشان كورونا، عندنا تطوير كبير جدا 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 في المشروع، وبعيدا عن عرقلة أي حد يعرقله، لأن في الآخر في مجال العمل العام وفي مجال العمل المخلص لا يصح إلا الصحيح. إن شاء الله احنا هنقدم دايما مشروع، وإيماننا بالموهبة المصرية وإيماننا بتراب مصر، الكلمة اللي قلت لك في الأول دي حقيقة، مصر مليئة بالمواهب، بس يسيبوا الناس تشتغل. يلا يلا بندو يلا يلا هاني هاني يلا كمل بندو كمل بندو.